أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. امبارح انطلق معسكر منتخب الشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية بالقاهرة، وخاض اللاعبون المران تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة وائل رياض. حرص وائل رياض المدير الفني على الترحيب باللاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية، وده قبل انطلاق المعسكر واللي هيستمر حتى 25 ديسمبر الجاري علشان يختبرهم ويشاهد عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر. فريق نادي الزمالك اتعادل مع سجرادا الأنجولي بنتيجة 0-0 على ملعب 11 نوفمبر، وده في إطار منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية. وبالتعادل ده الزمالك بيرفع رصيده لعشر نقط في صدارة المجموعة، وفريق سجرادا في المركز الثالث برصيد 4 نقط. فريق مودرن فيوتشر اتعادل مع اتحاد العاصمة سلبيا في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام ضمن الجولة الرابعة من عمر المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. بالنتيجة دي بيرتفع رصيد اتحاد العاصمة لعشر نقط متصدر المجموعة، بينما مودرن فيوتشر ارتفع رصيده لسبع نقط في المركز الثاني. القائمة المبدئية اللي كشف عنها الاتحاد الأفريقي الكاف للمنتخب الوطني شهدت تواجد 55 لاعب استعداداً لخوض البطولة الأفريقية والمقرر إقامتها في كوت ديفوار الشهر اللي جاي. بتضم القائمة 10 لاعبين محترفين بمختلف الدوريات، وهم محمد صلاح من ليفربول، ومحمود حسن تريزيجيه من ترابزون سبور التركي، وأحمد حسن كوكا من ألانيا سبور التركي، ومصطفى محمد من نانت الفرنسي، ومحمد شريف من الخليج السعودي، وأحمد حجازي من اتحاد جدة، محمد النني من أرسنال، وعمر مرموش من فرانكفورت الألماني، وسام مرسي من إيسوبيتش تاون الإنجليزي، وحمدي فتحي من الوكرة القطري. قرعة البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة الرجال واللي هتقام بمصر في الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات الإمارات والكويت وتونس بالإضافة للمغرب، بينما تضم المجموعة الأولى موريتانيا والجزائر والصومال بالإضافة لليبيا.